من 2003 إلى 2021، يعني ما يقارب راح يصير 20 سنة، 18 سنة. شنو صار؟ ما النتيجة؟ برلمانات، نواب، حكومة، وزراء، ورؤساء، شنو النتيجة؟ أنا أقول لك: فقر، جوع، خوف، نقص خدمات، صراعات، تسقيط. بعد شنو؟ لا ماء، لا كهرباء، لا صناعة، لا صحة، لا تعليم، لا نفط، لا حدود، لا وطن، لا سيادة، بس تبعية. أحكيها بكل صراحة، بس تبعية. شفتونا بينحاف؟ إجوا وقالوا الشيعة بس يروح صدام، بس يروح صدام نخلي العراق جنة. لك خلوه تراب، لك خلوه تراب. هذا يدلل على أنه شيعة؟ من يقول لك خلوه فقر؟ كانت الناس عايشة بالبطاقة التموينية وتاخذ 28 حصة، الآن حصة ماكو. كان اللي يطب للمستشفى ما يدفع دولار، الطبيب والوزير والسفير وكله نفس الغرفة ما بيها تفرقة. والكهرباء كان يدفع ربع دولار، والماي ما يدفع من السنة للسنة 5 سنتات ما يدفع، وكانوا يطون مازوت بلاش للشتاء. يقينا هاي بالأحلام مو؟ اجوا الكذابين يقول هاي كذب. والمدارس كان فينا اللي يقدر ينقل، ابن امين سر فرع النجف نقل سجن مؤبد مدير امن النجف، طلع من القاعة شاحطة من قاعة الامتحان، شاحطة ويمشي بيه. هسا احنا ابن فلان وابن فلان تاجر مخدرات، ما تقدر تقل على عينك حاجة. هاي الدولة الإسلامية الجديدة.